صباح الخير عليكم، واهلا بحضراتكم. جمعة طيبة ومباركة علينا جميعا، وأيام سعيدة بنعيشها ونعيشها دايما في مصر وفي الدول العربية وفي العالم الإسلامي والعالم أجمع. طبعا يمكن تقلبات الجو اليومين دول مسببة مشاكل كتير للأطفال وللكبار. نرجع نذكركم أن الإجراءات الاحترازية هي الأساس، سواء للإنفلونزا، كورونا، أو المخلوي، أو أي أمراض. فكرة الإجراءات الاحترازية بقت جزء من حياتنا. نرجع نلبس ولادنا الكمامة وهم نازلين الصبح، وإحنا كمان نلبس الكمامة في المواصلات، في المناطق العامة، في المدارس، في كل مكان، عشان ربنا يعفو عنا والأمراض دي تبدأ تخف، ونرجع نأكد أن الحياة الطبيعية والمناعة الأساسية للإنسان هي الأساس. هبدأ معاكم مجموعة كده في جولة من أهم الأخبار المنتقاة وتحليل لبعض هذه الأخبار أو ليها جميعا. طبعا احنا عندنا قمة عربية صينية مهمة جدا موجودة الآن في السعودية تحت رعاية ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. هذه القمة قمة مهمة جدا، طبعا إعادة صياغة القوى العربية والقوى الاقتصادية العربية جزء مهم جدا من التدخلات الدولية الآن، وخاصة بقى طبعا احنا مش شايفين سوق البترول وشايفين الضغوط الأمريكية على مجموعة أوبيك وأوبيك بلس بالإضافة للحرب الروسية الأوكرانية. في إعادة لصياغة وتشكيل العالم الآن والقوى السياسية والقوى الاقتصادية في العالم، ولازم يكون العرب ليهم يد في إعادة تشكيل مفهومهم وإعادة تشكيل قدراتهم سواء الاقتصادية أو السياسية، وإن هم يبقوا فاعلين في هذا العالم، ليس دائما نكون احنا مفعول بينا، وقصة ان دايما التجاذبات والشرق الاوسط الجديد وتفاعلات جديدة. فعشان كده هذه القمة مهمة جدا، واكيد بيحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان احنا زي ما قلنا بنعيد صياغة قدرات المنطقة كلها سواء الاقتصادية او السياسية. الحرب الروسية في اوكرانيا يعني زلزلت أوروبا بشكل كبير، وزلزلت الولايات المتحدة بشكل كبير، والولايات المتحدة بتضغط عشان تمنع التنين الصيني إن هو يبقى أقوى اقتصاد في العالم. عندنا تبادلات ويعني طبعا تجاذبات كتيرة. في العاصمة السعودية الرياض، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب لقاء نظير الصيني شي جين بينج أن على حرص مصر على تطوير التعاون المشترك مع الصين على مختلف الأصعدة، سواء في إطار عربي جماعي أو في إطار ثنائي، من خلال شراكة استراتيجية شاملة تجمع بين البلدين. الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار خلال اللقاء إلى تكامل المبادرة الصينية الحزام والطريق مع جهود مصر التنموية، خاصة تلك المتعلقة بتنمية محور قناة السويس. تحليل أكتر هيكون معي عبر الهاتف الأستاذ السيد هاني، الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية. أستاذ سيد صباح الخير وأهلا بيك، وجمعة طيبة عليك يا رب. صباح الخير يا أستاذ حسام، تحياتي لك ولفريق العمل بالبرنامج وللسادة المشاهدين. يعني أعتقد وأكيد حضرتك سمعتني في المقدمة أن هذه القمة العربية الصينية فاتحة جديدة على المنطقة وتكوين قدرات عربية جديدة سواء على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الاقتصادي أيضا. نعم، هي فاتحة جديدة على العالم العربي والصين، وهي أول قمة عربية صينية تعقد. خليني أبدأ بالإشارة إلى أنها بتعقد في لحظة تاريخية هامة في تاريخ العالم، حيث يحتدم الصراع بين الشرق والغرب على الصعيد الدولي، على الصعيد الإقليمي أيضا هناك عدد من الأزمات التي تواجهها المنطقة العربية، وتعاني بعض الدول العربية من حالة انسداد سياسي، بالتالي فالدول العربية في حاجة إلى دعم من الصين للجهود التي تبذل لحل هذه الأزمات على الصعيد العربي. القمة العربية الصينية هي بتأتي من أجل فتح صفحة جديدة في العلاقات الصينية العربية. هناك إذا تحدثنا عن المجال الاقتصادي، حجم التجارة المتبادلة بين الصين والدول العربية وصل إلى 330 مليار دولار سنويا، نفس الرقم تقريبا استثمارات صينية في الدول العربية. الصين تعتبر هي أكبر شريك تجاري للعالم العربي، وهي ثاني شريك تجاري لمصر بعد الاتحاد الأوروبي. نعم. حجم التجارة المتبادلة بين مصر والصين وصل العام الماضي إلى 19 مليار و700 مليون دولار، منها مليار و700 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين و18 مليار دولار صادرات صينية إلى مصر.
هناك بالفعل عجز تجاري شديد لصالح الصين، ولكن لابد من الأشارة إلى أن الصين بتفتح أسواقها أمام السلع والبضائع المصرية، والصادرات المصرية إلى الصين تحقق زيادة عاما بعد عام. على الجانب السياسي هناك توافق في الآراء والمواقف بين مصر والصين، وكذلك بين مجموعة الدول العربية والصين، كلاهما بيدعم قرارات الشرعية الدولية، كلاهما بيطالب بتحقيق العدالة الدولية وعدم ازدواجية المعايير، كلاهما بيؤمن بالتعاون من أجل المنفعة المشتركة والمصالح المشتركة للشعوب والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. نعم أستاذ سيد، طبعا في نقطتين مهمين برضو عايزين نشير ليهم، ان الصين ليست هي الملاك وأمريكا هي الشيطان ولا العكس، هو كله بيلعب حسب قدراته سواء الاقتصادية أو السياسية، وأن قدرات العرب الآن تطورت بشكل كبير، يعني هو مش مجرد أن هم بيسلموا أمورهم بيشيلوا أمورهم من أمريكا بالدول الصين أو العكس، هو إعادة صياغة للقدرات العربية والاقتصادية، لأن الناس كتيرة بتقول لك نار أمريكا ولا جنة الصين زي ما بيقولوا. إذا تحدثنا عن القدرات العربية فالدول العربية تملك أوراق كثيرة وقوية تسمح لها اللعب بدور مهم على الساحة الدولية، المهم حسن استخدام هذه الأوراق. نعم. لأنه للأسف الشديد المقدرات العربية لم يحسن استخدامها على مدى العقود الماضية. الدول العربية أو معظم الدول العربية النفطية وضعت ودائعها في البنوك الأمريكية والبنوك الغربية، واتجهت باستثماراتها كلها إلى الدول الغربية. الآن تعلمت الدرس من أن الرهان على الدول الغربية هو رهان خاسر، بدأت تتجه بوصلة السياسة الدولية للدول العربية إلى شرق آسيا. الصين الآن هي ثاني أكبر قوة اقتصادية على مستوى العالم، يتوقع المراقبون أن تكون القوة الاقتصادية الأولى خلال سنوات قليلة. الصين بدأت تترجم قوتها الاقتصادية في نفوذ سياسي بدأ بمحيطها الإقليمي في شرق آسيا، والآن هي منذ فترة بتعينة مبعوث صيني في الشرق الأوسط. قبل أن تنتهي المداخلة لابد أن أشير إلى أن الصين بتتخذ موقف متقدم جدا من القضية الفلسطينية التي تعتبر هي محور السلام والاستقرار في منطقة شرق في منطقة الشرق الأوسط. نعم. وهي أيضا الهم الأول للدول العربية. الموقف الصيني يتمثل في مبادرة طرحها الرئيس تشي جينج بينج عندما جاء إلى السلطة. هو جاء إلى السلطة في مارس سنة 2013 بعد أقل من شهرين فقط، في 5 مايو 2013، دعا كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى زيارة بكين، وطرح مبادرة الصين التي تتكون من 4 نقاط. النقطة الأولى أن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة كاملة على أساس حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية تعتبر حقا غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني. نعم. ومفتاحا للتسوية القضية الفلسطينية. في نفس الوقت من حق إسرائيل البقاء ومراعاة همومها الأمنية المعقولة. النقطة الثانية التمسك بالمفاوضات باعتبارها الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى السلام الفلسطيني الإسرائيلي. النقطة الثالثة التمسك بثبات بمبدأ الأرض مقابل السلام وغيره من المبادئ، لأنه هناك مستوطنات أقامتها إسرائيل ويصعب إزالتها، فهنا يتم موضوع تبادل الأراضي. النقطة الرابعة يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليات ويقدم دعما قويا لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط. نعم. الصين تؤكد دائما على ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية في حل الأزمة القضية الفلسطينية ومختلف الأزمات الدولية. أستاذ سيد، نقطة مهمة جدا، ونتمنى أن هي تكون يعني أكيد هي محل بحث الآن، نقطة اقتصادية هامة جدا لمصر، فكرة انضمام مصر للبنك التنمية الجديد اللي تابع لمنظمة البريكس، واحنا عارفين البريكس مكونة من 5 دول من على رأسهم الصين، وعندنا روسيا، وعندنا جنوب افريقيا، وعندنا البرازيل، يعني وعندنا الهند، يعني فيهم 3-4 دول من الدول القوية اقتصاديا، وفي امال معقودة، وقادة البريكس كانوا اتكلموا قبل كده عن دخول قوتين من الشرق الاوسط ويعني مرشحين للدخول الى البريكس، وهم السعودية ومصر. شايف انضمام مصر للبريكس هيكون ازاي، ولو فعلا في هذه المقابلة تم انضمام مصر لبنك التنمية الجديد؟
في الإجابة على هذا السؤال لابد أن أبدأ بالإشارة إلى أن الرئيس الصيني شي جينج بينغ وجه الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2017 لحضور قمة البريكس. صحيح. وبالتالي فالرئيس عبد الفتاح السيسي ومصر دائما على تواصل مع الصين. هنا أيضا لابد أن نتحدث إلى أن الصين عندما أطلقت مبادرة الحزام والطريق فهي أسست ما عرف باسم بنك الصين أو البنك الآسيوي للتنمية، ومصر عضو مؤسس في هذا البنك بمبلغ 100 مليون دولار. وبالتالي فبنك التنمية الذي أسسته مجموعة أو تؤسسه مجموعة بريكس هو امتداد للبنك الصيني للتنمية الذي كانت مصر عضوا مؤسسا فيه. وبالتالي فانضمام مصر إلى بنك التنمية الذي تؤسسه مجموعة بريكس هو بلا شك سيكون له دور كبير وأثر كبير، وربما تضم مصر قريبا إلى مجموعة البريكس، لأن مصر يعني برغم ظروفها الاقتصادية الحالية إلا أنها تحول محورية في الشرق الأوسط ولها دور رائد على الصعيد الدولي. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ سيد هاني، الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية، الكاتب الصحفي بجريدة الجمهورية. شكرا جزيلا على وجودك معنا، ودايما منورنا وبتحليلاتك العميقة، شكرا جزيلا. هنروح لموضوع تاني. طبعا احنا شايفين العمل في دمياط مازال ساري على قدم وساق، فالدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتمع امس مع الدكتوره منال عوض محافظ دمياط لمتابعه سير العمل بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظه. على رئيس الوزراء الدكتور مدبولي اكد على اهميه المتابعه المستمره لما يتم تنفيذه من مشروعات على ارض المحافظه في مختلف القطاعات الخدميه والتنمويه، والتأكد من التزام تلك المشروعات بجودة التنفيذ والالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء منها وصولا لدخول الخدمة والمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ده طبعا في محافظة دمياط، ورئيس الوزراء بنفسه بيتابع جميع المحافظين وجميع المشروعات في جميع المحافظات. نروح لخبر تاني، فجدد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي التأكيد على ما تليه الدولة من اهتمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري من خلال قطاع الصحة. عارفين ان التأمين الصحي الشامل بدأ التجربة في بورسعيد وبيمتد الآن إلى 3 أو 4 محافظات تانيين. وأشار مدبولي إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية المتابعة المستمرة لمختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق هذه المنظومة الهامة. كانت تصريحات رئيس الوزراء خلال اجتماع مع كل من وزيري الصحة والسكان دكتور خالد عبد الغفار والمالية دكتور محمد معيط، بالإضافة لعدد من المسؤولين من البنك الدولي. مع الدكتور محمد المنيسي استشاري الجهاز الهضمي والكبد بطب القصر العيني. دكتور محمد صباح الخير وجمعة مباركة عليك يا رب. نور، يا أهلا وسهلا، ازيك يا حسام؟ يعني خلينا نسأل كده، ايه أهمية التأمين الصحي الشامل للناس اللي لسه ما تعرفش؟ طبعا في محافظات شافت التأمين، لكن انا بتكلم محافظة زي القاهرة مثلا لسه ما شافتش التأمين. فكرة التأمين الصحي الشامل شايفها ازاي؟ ده هدف كل مواطن انه يبقى عنده يعني امان في فكرة الصحة. ففي حالة وجود اي مرض فهو محتاج ان هو يكون مرتبط بحاجة طبية أو منظومة طبية للتعامل. ده الهدف، ده أهم شيء في حياة أي إنسان، الصحة رقم واحد. الحقيقة المنظومة الصحية اللي في مصر شهدت تطور غير مسبوق في مدة زمنية قصيرة، وإحنا شفنا مجموعة من المبادرات الرئاسية أشادت بها منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة في نجاح فيروس في أداء مصر في كورونا، أشادت به برضو منظمة الصحة العالمية، كان أداء عظيم الحقيقة. فأنت شايف في طفرة عظيمة في المجال الصحي، وليست بس في المجال الصحي، أنت بتشوف في كل قطاع في مصر في نهضة شاملة غير مسبوقة وبنية تحتية قوية وأداء مصري عظيم. لما نيجي نتكلم على منظومة التأمين الصحي، ده هدف كل دولة أنها تستطيع عمل هذا الأمر. يعني وده بيواجه مشاكل كثيرة جدا في أماكن كثيرة من العالم، لكن الأداء المصري خد أفضل السبل وعمل هيئة، يعني هيئة التأمين الصحي دي مكونة من 3 هيئات. هيئة رقابية اللي هي هتدي لك شهادة اللي هي الجهار، اللي هي بتقيم كل أطباء مصر وكل
المؤسسات الصحية الممكن أنها تنضم لهذه المنظومة. نعم. فأنت التراخيص الطبية هتبقى من هذه الهيئة علشان تبقى داخل هذه المنظومة، فأنت كده في الحالة دي أنت بتحدد المستوى العلمي والطبي ومستوى مقدمي الخدمة، بتحطهم في وضع مناسب جدا أو يعني في الاشتراطات الصحية اللي بتخليهم يستطيعوا يقدموا الخدمة، وبيقيم كل المستشفيات اللي هي ممكن تنضم لهذه المنظومة من القطاع الخاص أو من القطاع العام. نعم. عندك هيئة تمويل واشتراكات اللي هي ممولي الخدمة، وعندك الخدمة نفسها تقديم الخدمة. لما شفنا إن هذه المنظومة طبقت في المرحلة الأولى في بورسعيد، رقم واحد انت شايف افضل بنية تحتية، افضل تجهيزات داخل المستشفيات، تضاهي المستشفيات العالمية، مش تضاهي، هي على هذا المستوى العالمي. نعم. مقدمي الخدمة نفس هذا الامر الحقيقة. فانت عندك هذه الثلاث جهات وواضح انها بتعمل بكفاءة عظيمة جدا، وفي رقابة على من الدولة عليها ومتابعة يقينية وطفرة سريعة. فأول ما يعني طبعا هي بتخش في مراحل علشان يتم تعميم هذه المنظومة، فده شيء غير مسبوق ونجاح عظيم. نعم. نعم. أنا بشكرك دكتور محمد المنيس استشاري جهاز الهضم الكبد بطب القصر العيني، شكرا جزيلا على وجودك معنا. خلونا نروح لخبرنا الأخير، ويمكن بادرة أمل للمعلمين في المرحلة الإعدادية ان هم ممكن يتنقلوا لثانوي لسد العجز. وطبعا احنا عندنا دايما في توزيع في المدارس سواء للطلاب او للمعلمين بيبقى في عجز في اماكن، ودي نقطة مهمة جدا. فالتعليم بتقول يجوز نقل معلم المرحلة الإعدادية للعمل بالثانوي العام لسد العجز. ففي هذا الخبر ارسلت الإدارة المركزية للشؤون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا للمديريات التعليمية ردا على الاستفسارات بشأن الاستعانة بمعلم المرحلة الإعدادية لسد العجز في المرحلة الثانوية، مؤكدة انه يجوز نقل معلمي المواد المختلفة للعمل بالمرحلة الثانوية نظرا لاجتزام التدريب بالأكاديمية المهنية للمعلمين على المرحلة الثانوية ما عدا معلمي مادتي العلوم والدراسات الاجتماعية لاحتياجهم إلى تغيير مسمى. كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن دعم قطاع التعليم بتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات وتحسين جودة العملية التعليمية، مشيرة إلى أن الوزارة تحتاج إلى معلمين ذوي فكر مختلف ويتمتعون بقدرات مهنية ومهارية تتناسب مع قطار التطوير. ده كان خبرنا الأخير في مجموعة الأخبار المنتقاة، تحليل لبعض هذه الأخبار، وأكيد مستمرين معكم في هذا الصباح. عندنا موجز لأهم الأنباء على رأس الساعة، ثم نبدأ حواراتنا في هذا الصباح اليوم. ابقوا معنا.